وعلى الصعيد ذاته، بحث جلالة الملك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أخير تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه كيري مع جلالته يوم أمس. كما تم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة. اتصال وزير الخارجية الأمريكي جاء قبيل ساعات من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برلين.